ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداسة الاحتفالية بمناسبة منح سر التثبيت والمناولة الأولى لعدد من أبناء كنيسة شهداء الأردن للاتين مرج الحمام بحضور عدد كبير من أبناء الرعية. إلى التفاصيل. يوم تاريخي لن ينساه هؤلاء الأطفال عندما يعاينون المسحة المقدسة والقربان الأقدس، يوم تبتهج الصدور والنفوس حين يحتفل الآباء والأمهات بهذه البركة العظيمة، عندما يحل الروح القدس على أطفالهم ليكونوا شهوداً حقيقيين للمسيح القائم من بين الأموات. وبمناسبة منح سر التثبيت والمناولة الأولى لعدد من أبناء كنيسة شهداء الأردن للاتين مرج الحمام، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بمعاونة راعي الكنيسة الأب أشرف النمري القداس الاحتفالي الذي حضره أبناء الرعية وأشابين المحتفلين بمشاركة جوقة الكنيسة. وفي عظة القداس تحدث المطران الشوملي عن أفراح القيامة التي تعيشها الكنيسة خلال الخماسين المقدسة، وكيف ننهض نحن أيضاً مع المسيح القائم من بين الأموات الذي منحنا الغلبة والنصرة. وتحدث سيادته أيضاً عن سري المناولة والتثبيت في الكنيسة الكاثوليكية، موصياً الأشابين بتحمل مسؤولياتهم ليعيشوا وينموا في كنف الكنيسة وتعاليمها. الحكمة هي أن نعرف إرادة الله، الحكمة أن نميز إرادة الله عن إرادة الشيطان، الحكمة أن نقول الكلمة الصحيحة في المكان الصحيح في الزمان الصحيح، أن نأخذ القرار السليم في الوقت السليم في المكان السليم. هذه هي الحكمة، أن نتمم إرادة الله على حياتنا. أما القوة فتمكننا من عيش الحكمة، لكي نعيش الحكمة نحن بحاجة إلى قوة، إلى صبر، إلى ثبات، إلى شجاعة، إلى مثابرة، فالقوة والحكمة تتكاملان. من أجل الذين قبلوا سر التثبيت أغمرهم يا رب بفيض نورك ليكونوا شهوداً لك. نصلي من أجل أهلنا، باركهم يا رب واحفظهم بالعافية والأمان وحول كل صعوباتهم ومعاناتهم إلى فرح. نصلي من أجل السلام في شرقنا الأوسط وخاصة البلدان التي تعاني من الحروب والاضطهادات والتشرد والدمار، فيا رب السلام امنحنا سلامك. إلى الرب نطلب. وفي ختام القداس شكر الأب النمري سيادة المطران الشوملي على ترأسه الذبيحة ومشاركته القداس الإلهي مع أبنائه في منطقة مرج الحمام، ثم قدم سيادته الهدايا للأطفال الذين منحوا السر المقدس، كما التقط معهم الصور التذكارية. هيا بذر البدار بعزم واقتدار.